الخير جميعا، واسمحوا لي ان انا احيي الجمعيه المصريه على هذا العمل الجميل اللي احنا محتاجينه فعلا. يعني ده مثال لفاعليه الجمعيات الاهليه انها ما تضيعش وقتها انها تكتب كتب ورسالات ومترجمه واللغه انما بتعمل عمل فعلي، ده مهم جدا. فانا بحيي الدكتور صلاح واشكر كل الاعضاء. الملحوظه الثانيه ان انا شايفه كل اللي بيقدمه من الشباب، ودي حاجه جميله جدا بحيي الجمعيه عليها ايضا، لان احنا محتاجين انه نبعث فكره التطوع في الاجيال الصغيره، ده مهم جدا لبناء الدوله، ان الاجيال مش بس يقتصر العمل الطوعي على كبار الناس بعد ما تطلع من المعاش يبقى عندها وقت، لكن من الصغر يبقى عندهم. بشكر بلان على مشاركتها في المشروع. عن موضوع الندوة النهاردة وختام المشروع، عاوز أقول إنه التشريعات موجودة، والتشريعات بتمنع كل الممارسات الضارة دي، سواء كان الختان أو الزواج المبكر أو، ولكن للأسف التشريعات مش جايبة نتيجة. ويعني لما بنشوف دكاترة متعلمة وبرضو تمارس هذا، معلش الدكتور محمد مثلا، دي أمور عاوزة إعادة نظر. يا إما نقوي التشريعات دي ونخلي العقوبة أدبية أكتر منها أي شيء، زي ما حضراتكم عارفين في الخارج اللي ما يدفعش ضريبة تعتبر تهمة فظيعة جدا في المجتمع، فيعني نخدش معنوياته اللي يعمل عمل مخالف للقانون. ده أول شيء عاوزين نعمله. طيب لما عندي تشريعات نقدر نقويها ونضيف العقوبات تبقى أسرع من كده، وكمان طلع لنا الدستور بيمنع العنف ضد المرأة في المادة 11، ونتيجة التحرر شوية لآخر خدوا جزء من مشروع قانون المجلس القومي أعده، ولسه منتظر البرلمان الجزء اللي خاص بالتحرش، وبقى مادة في قانون الجنائي. عشان كده العقوبات زادت على المتحرشين، لأن كان الداخلية والنيابة ما بيعرفوش يحاكموا أو يفرضوا عقوبة على الجاني، لأنه ما فيش كلمة تحرش في القانون. طيب ايه العمل دلوقتي؟ زي ما احنا شايفين اهو، كمان قانون هيطلع، كمان استراتيجية وقعناها مع 12 وزارة بحضور السيد رئيس الوزراء عن منع العنف ضد المرأة، وبالفعل اللي قادلهم 6 أشهر بيجتمعوا عندي بصفة دورية عشان كل وزارة تقول هتعمل ايه في المجال ده، لأن ده موضوع ما يشتغلش فيه وزارة واحدة أو هيئة واحدة، لازم الجميع معانا، الإعلام والاستعلامات والصحة والأوقاف وهكذا والثقافة. فيعني الجميل إن هو طبعا العنف والممارسات الضارة دي زادت في وقت الدكتور مرسي، وكأن يعني فرصة أوكازيون بالظبط كده، أوكازيون وبيجروا جري على عملية الختان. وطبعا هم كانوا بيستتروا تحت القوافل الطبية ويقولوا قوافل طبية، ولكن هي كانت للختان وببلاش وهكذا. يعني أنا ما بلومش دول قد ما بلوم الأم نفسها في موضوع الختان والجواز المبكر، الأم هي المسؤولة.
فالست البسيطة اللي عايشة في الريف لازم نوعيها، لازم نفهمها، لأن هي اللي بتمسك بنتها وتعمل لها عملية الختان، فلازم نعرف المصدر ونحاول نصلحه، وربما نديها تشجيع، نديها قرض، نديها منحة، نديها توعية، فلازم ناخد بالنا من الجزئية دي. مش المجلس القومي لوحده هو اللي بيعمل ضد هذه العادات، مجلس السكان، وزارة الصحة، الأمومة والطفولة، الكل بيعمل، لكن نتائجنا ما زالت سيئة مش كافية، فلازم نكثف عملنا أو نعيد النظر إزاي نشتغل مع بعض أكتر، إزاي نحسن القوانين، إزاي نخلي الإعلام يساندنا بدل ما طول النهار واجعين دماغنا بالسياسة والكلام ده وحوارات فلسفية وسايبين كل القضايا الاجتماعية على جنب، دائما أبدا القضايا الاجتماعية على جنب، علما إن هي الأساس لو إحنا عاوزين نحقق أحد شعارات الثورة بتاع العدالة الاجتماعية، فلازم الجواز والطلاق والعرفي والحاجات الضارة دي، الختان والجواز المبكر والبنت تتجوز 3 مرات في الشهر، عشان يعني ده تعتبر اتجار في البشر يعني. فكل الأمور الفظيعة دي الإعلام مش عاطيها حقها ومش مسلط الضوء عليها من ناحية العلمية المحضة. فأنا سعيدة إن الجمعيات الأهلية دي المتواجدة كلها بتهتم وبتقوم بالدور، دور أساسي طبعا، احتياجنا للدولة وقوانينها طبيعي، لكن لما التوعية هي الأساس دلوقتي، فطبعا الجمعيات الأهلية تنفع في الاتجاه ده أكتر من الأجهزة الحكومية. فأنا بحيي الجمعيات الأهلية المشاركة، بحيي اهتمامكم بهذا، وطبعا لازم أحيي الشاعرة الصغيرة دي حبيبة، لازم نحييها، وأحيي والدتها لأنها هي اللي علمتها وهي اللي شجعتها، فنحيي والدة حبيبة.